انضم الينا الان ضيف حلقتنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي، استاذ الاخلاق السياسيه وتاريخ الاديان. دكتور الشنقيطي مساء الخير. تحريض واضح، تحريض صريح، وتحريض فج كما وصفه كثيرون. كيف يفهم الحقيقه من دوله عربيه وايضا ياتي عقب عدوان اسرائيلي اجرامي وشنيع على غزه وعلى القدس وعلى الضفه؟ دوله عربيه تحرض على حركه مقاومه مباشرة بعد عدوان إسرائيلي واضح، كيف يفهم ذلك؟ أعتقد أن فهم الموضوع يحتاج إلى ربما يعني هناك مشكلة مفهومية على بعض الساسة المطبعين والمسوغين للتبعية الاستراتيجية للكيان الصهيوني وليس التطبيع حقيقة. وهذه العقدة قديمة، يعني هم طموحهم أن يكونوا ممثلين لبعض القوى الدولية المتنفذة في المنطقة، فهو أشبه ما يكون بأدلاء قوافل الاستعمار في الزمن الغابر الذين كانوا يدلونهم على الطريق ويعتبرون ذلك مجدا وطريقا للنهوض والصعود الاجتماعي. للأسف هو يعني محزن لأنه ليس هو التطبيع التقليدي الذي رأيناه مصر، الأردن، دول لديها حدود يعني على غضب وعلى استحياء وعلى خجل وعلى حرج من شعوبها تطبع مع الكيان وتسعى على هذه العورة، وإنما مجاهرون محرضون على الأمة وعلى القضية الفلسطينية، بل أكبر من هذا يخرجون هذا التحريض وهذا التطبيع مخرجا دينيا أحيانا باسم الإسلام والعائلة الإبراهيمية وما إلى ذلك من المصطلحات، وهو نوع ومنطق جديد أيضا لا مزيد له في تاريخ الصراع مع إسرائيل، لأنه على الأقل كانت هنالك مناعة وجدانية واعتقادية وثقافية لدى الشعوب. مهما تكون حالة الضعف السياسي أو العسكري كانت هذه المناعة الأخلاقية والوجدانية حاجزا ونوع من جهاز المناعة. هؤلاء يريدون كسر جهاز مناعة الأمة حقيقة تعاون مع عدوها. هو الإمارات كما أشرت دكتور الشنقيطي الحقيقة تجاوزت التطبيع التقليدي، هذا ما وصفته، تطبيع الإمارات، تطبيع الأردن، تطبيع مصر، تجاوزته بأشواط كبيرة الحقيقة. يعني الإمارات الآن بنظر مراقبين كثر تقف تقريبا في خندق تل أبيب بدون أي مواربة. المثير هنا بأنه لا تجد من يتصدى لها من منظومة العرب الرسمية التي كانت إلى عهد قريب حوصر النظام المصري في عهد التطبيع أيام السادات، حوصر من الأنظمة العربية. الآن لا تقال كلمة لأبو ظبي، ما السر في ذلك؟ هذا صحيح، وأنا أقول يعني زيادة على ذلك كما يقولون أزيدك بيتا من الشعر، هو أنه هم حتى لا يكتفون بالعلاقات مع إسرائيل، هم علاقاتهم مع أسوأ ما في إسرائيل وعلاقتهم في أمريكا مع أسوأ ما في أمريكا. يعني يبحثون على اليمين المتطرف دينيا وعرقيا العنصري المتعصب فيجعلونه هو حليفهم الأول، وهذا يدل على أن القوم لديهم منهج، يعني لديهم منهج ومسار يسيرون فيه. طبعا لماذا ليس هنالك ردة فعل من المنظومة الرسمية العربية؟ حقيقة أن المنظومة الرسمية العربية هي منظومة خاضعة في نهاية المطاف. الصراع مع إسرائيل هو مجرد نقطة صغيرة من مثل قضية النفوذ الدولي بالذات النفوذ الأنجلو ساكسوني في منطقة الشرق الأوسط والخليج منذ الحرب العالمية الأولى إلى اليوم. يعني نحن في النهاية لا نزال مواريث تي إي لورنس وجيرتر بيل، لا تزال موجودة، يعني ربما ورث الأمريكيون عن البريطانيين. فهنالك منظومة فعلا متحكمة، كان هنالك نوع من الحياة، كان هنالك نوع من الحجر للشعوب، هذا لم يعد موجودا. لكن على الأقل لم يصل الجميع إلى مستوى ما وصل إليه جماعة أبو ظبي من المجاهرة. نعم، هو الحقيقة أيضا دكتور الشنقيطي المتابع للدور الإماراتي يتفاجأ بأن هذا الدور يفوق بكثير جغرافية الإمارات وحتى قدرات الإمارات. دور الإمارات كما هو معلوم لكل متابع تحرشت في المغرب، وهي دولة كبرى المغرب، في المغرب العربي،
تحرشت في الساحة التونسية وكل السياسيين يتذمرون من تدخلاتها وشرائها لذمم الكثيرين. التدخل الإماراتي في ليبيا سافر ومعلوم للقاسي والداني. تدخلت في مصر وساهمت في إجهاض أحلام المصريين هناك. تدخلت في السودان، يعني حديثها الآن على المقاومة وتحريضها ضدها في فلسطين. التدخل في اليمن، هذا الدور الذي تجاوز الشرعية وتطاول على الشرعية بكثير. يعني هل نحن أمام هذه الدولة التي نعرفها الإمارات، أم هناك قناع إماراتي يغلف ربما قوة أخرى تريد العبث بالمنطقة؟ مجرد قناع كما تفضلتم، لا، ولكنه قناع كثيف، لأنه ليس مجرد قناع يستعمله الآخرون، بل هي أيضا، بل هم أقوام مستعدون للعب هذا الدور، بل مستعدون لدفع ثمنه وتحمل تكلفته المادية والمعنوية. يعني الدول، القوة الدولية في الماضي كانت يكون لها نفوذ في المنطقة وهي تدفع ثمن نفوذها. مثلا النفوذ الأمريكي في مصر منذ كامب ديفيد ثمنه طبعا دعم بالمليارات كل سنة للجيش المصري وتدريبات وما إلى ذلك، فهو قوة دولية لديها نفوذ تدفع ثمن نفوذها. جماعة أبو ظبي يقدمون نموذجا جديدا وهو تعالوا أيها الطامعون في المنطقة، نحن نرحب بكم وسنتحمل عليكم الكلفة المادية والمعنوية لكل عبثكم في المنطقة. هي فعلا قصة غريبة، وأنا أعتقد كما قلت فيها جانب نفسي، وهو أن الجماعة يرون أن مجدهم ومكانتهم هو أن يكونوا وكلاء عن هؤلاء، عن هذه القوى الدولية، وأدلاء للاستعمار، كما كان بعض المغفلين في مطالع القرن العشرين يعملون أدلاء في قوافل الاستعمار ويعتبرون ذلك طريقا سلما للمجد. فهو نوع من هذا. لا شك أنه طبعا استراتيجية الإمارات ليست استراتيجية الإمارات، هي أكبر من حجمها بكثير. الإمارات تصرف كأنها إمبراطورية، كأنها الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر. يعني الطريقة التي تسعى بها مثلا أبو ظبي للسيطرة على المضايق والموانئ يذكرنا بتاريخ الإمبراطورية البريطانية، حينما كانت مثلا تسيطر على جبل طارق، قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز، المضايق المتحكمة، مضايق استراتيجية المتحكمة في الإقليم. الإمارات تسير الآن بنفس المسار، وكأنها تعتبر نفسها الإمبراطورية التي لا تغيب عن الشمس. في عصر لنا عزيز إمبراطوريات أصلا، الدول التي كانت إمبراطوريات انتهت في الحرب العالمية الأولى، إمبراطورية العثمانية والبريطانية والأوروبية، كل هذا انتهى ممن كان إمبراطوريا. القوم حقيقة يعيشون في أوهام عجيبة، يسيرون يتحملون إلى حرب موجهة إلى قلب الأمة بكل أساس، ولذلك أعتقد أن الشعوب لديها نعم. دعني أختم معك دكتور محمد مختار الشنقيطي، يعني ربما لنبحث عن دور ما للشعوب العربية في ظل هذا الترهل الواضح للرادع العربي الرسمي. كيف يمكن للساحات العربية، للشارع العربي، للنخبة العربية أن تصوب خطى كل نظام عربي يشذ على الطريق؟ شذوذ الإمارات رسميا الآن لم يعد محل نقاش، الحقيقة واضح للغاية. ما دور الشعوب العربية في هذه الحالة؟ نعم، هذا سؤال مهم فعلا، وهو الأهم حقيقة، لأنه يقودنا إلى ما العمل. يعني في نهاية المطاف لا 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 يعني لا ينبغي أن نكتفي بمجرد البكاء على الأطلال والشكوى والعتب. القوم أصلا لا يهتمون بعتب، لا يعرفون منطق المراقبة والمحاسبة، يخضعون لمنطق قانون، لا يلتزمون بضوابط أخلاقية في سلوكهم السياسي ولاعبهم في المنطقة. لم يبقى من حاجز إلا أن الشعوب تقف في وجههم، تحاصرهم معنويا أولا وقبل كل شيء، ترفع صوتها، والصوت له قيمة في السياسة، نهاية المطاف له قيمة، خصوصا مع وجود هذه الثورة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. لم يعد الناس مستقبلين فقط للرسالة الإعلامية والرأي السياسي، بل أصبحوا منتجين أيضا. اختلط المرسل والمستقبل، وأنت رجل إعلامي ضليع طبعا تدرك هذا. أنا أعتقد هي في النهاية الآن مسؤولية الأمة كأفراد، مسؤولية الأمة كجماعات وكشعوب، أن تحافظ هذه الظواهر، أن تعريها أخلاقيا وأن تقيمها وأن تفضحها، على الأقل حتى نحاصر الداء، على الأقل هذا السرطان لا يتمدد داخل الجسد كله.
الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان، نشكرك جزيل الشكر.